هاي يا جماعة، ازيكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله انتم كويسين وكل اموركم تمام. مشتاقين يا جماعة شوق شديد. اليوم يا جماعة هاخدكم في فلوج وفي سوق نقدر نقول على من افضل الاسواق اللي موجودة في دلهي هنا من حيث الاسعار، خاصة يا جماعة للناس الميزانيتهم منخفضة. السوق ده من الاسواق الرهيبة شديدة اللي حتعجبكم ان شاء الله لو مشيتوا فيه. كتير من الملابس العصرية وكمان البراندات والعلامات التجارية الراقية جدا، زي زارا وزي اتشانيم وزي فوريفر 21. كل البراندات دي واكتر من كده موجود في 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 السوق ده، في سوق ساروجي نجر ماركت. وكمان زي ما قلت لكم اسعار يعني منخفضه جدا جدا رخيصه. حلوش نكتشف السوق ده مع بعض، وزي ما وعدتكم يا جماعه في الفيديو اللي فات انه حنستكشف دلهي كلنا مع بعض. وكمان في الفيديو اللي فات وريتكم سبب غيابي عن اليوتيوب، فلو ما شفت الفيديو هحط لكم في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت، امشوا شوفوه وتعرفوا كمان على معلومات عن زهرة التوليب ومهرجان التوليب هنا في دلهي. دي دعوة لكم كلكم عشان تتعرفوا على دلهي اكثر واكثر ان شاء الله من خلالي انا ومن خلال القناة. فاتمنى انه الفلوج اليوم يعجبكم يا جماعة، وما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديدة. صراحة يا جماعة أنا متحمسة جدا جدا إنه أمشي أتعرف على السوق وأشوف كمان الملابس والحاجات الرهيبة الموجودة هناك بالأسعار الرخيصة جدا دي. فمتحمسة جدا إنه أمشي أشوف، لأنه جاتني يعني ريكومندات كثيرة إنه أمشي أشوف السوق، والسوق حلو وبتلقي فيها خيارات حلوة. لأنه في حيدرباد كنا شوية بنعاني يعني إنه كيف نلقى ملابس عصرية أو كيف نقدر نلقى ملابس يعني ملابس تشبه حقتنا احنا. ف كان صعب شديد في حيدرآباد هناك، ولكل الناس الموجودين في حيدر بيعرفوا، غير انه ممكن تطلب اونلاين لكن شويه الاونلاين بيكون ارخص. بعدين ما بتقدر تكون متاكد على شكل الخامه عامله كيف، مرات بتجي خامات ما حلوه. فاليوم حنمشي السوق ده وحنلمس الملابس وحنتعرف على كل تفاصيل الماتيريال وكمان نشوف جودتها شنو. فخليكم متابعين يا جماعة ومستعدين. Let's go. لحظة يا جماعة، قبل ما تمشوا عايزاكم ما تكتبوا لي أفكاركم ومقترحاتكم لشكل الفيديوهات الجاية وشكل الفيديوهات اللي عايزينها تكون موجودة في القناة، وعايزين أتكلم لكم عن شنو وأمشي أي حتة هنا في دلهي. أكتبوا لي كل مقترحاتكم دي وآرائكم تحت في التعليقات، ما تبخلوا علي بكل الحاجة عشان أطور من نفسي وكمان أطور القناة بتاعتي. فأكتبوا لي كل مقترحاتكم شكل الفيديوهات اللي حابين انت تشوفوها وبس. يلا كمل الفيديو. يا جماعة بعد ما اتصلوا المترو ستيشن بتاع ساروجيني نجر، المفترض تطلعوا بجيت نمبر 1 بوديكم السوق على طول، فخليكم متابعين. طب يا جماعة عشان الناس ما تكون confused، فساروجيني مترو ستيشن بيقع في البينك لاين، ومجرد ما تصلوا المحطة بتاعت المترو ستيشن بتطلعوا بالجيت نمبر 1 وعلى يدكم الشمال على طول بتلاقوا السوق. فنحن خلاص وصلنا السوق. أول شيء قابلني في وشي كان الميك اب والاكسسوارز بتاعت البنات والهدش، كل الحاجات الرهيبة دي وأسعارها بجد يا جماعة حقيقة هي رخيصة شديد. الغوايش دي الهندية، دي الاكسسوار الهندي، دي البيمية الحبة بيمية، وزي ما شايفين الحلقان الهندية الجميلة جدا والمتفردة، الجرس برضو موجودة وبأسعار يعني كلها رخيصة شديد، ودي الشنط يا جماعة برضو رهيبة وخامة حلوة ومتينة شديد. الشنط دي ب250 بس، يعني رخيص والله يا جماعة 250، وفي الشنط الكبيرة ب400. ففي حتات بتكون فيكس برايس يعني ما ممكن انت تفاضل فيه، لكن في حتات اللي بتكون ما هنا يعني ما فوقها فيكس برايس ممكن عادي يعني تفاضلوا وتشوفوا السعر المعقول بالنسبة لكم.
البناطيل المشهورة جديد وحلو، يمكن طلعت ترند في وقت من الأوقات أو هسي حاليا ترند، هي ب 200 تقريبا، 250 عفوا 250. والقميص ده برضو عجبني شديد، بلوزة حلوة ب 350 برضو. يا جماعة من الحاجات اللي عجبتني جدا جدا. وطبعا زي ما انتو شايفين اللبس الهندي برضو أكيد لا يخلو سوق. ودي الفساتين يا جماعة الرهيبة الحلوة صراحة، يعني أنا دايما لأنه جيت من حيدر فبقارن بحيدر. الفساتين دي يعني ما موجودة في حيدر كتير، أو موجود لكن برضو بستايل هندي، يعني ده شوية أقرب لحقنا. وشايفين الملابس وطبعا كل الحاجات القصيرة دي لأنه الفصل بتاع الصيف خلاص دخل، فعشان كده ده تقريبا الكوليكشن حق الصيف، فعشان كده بنلقى الملابس بتاعت الصيف أكتر حاجة الأيام دي. وده برضو جانب من الأكسسوارز. الحلقان دي صراحة بخمسين روبية وبرضو سعر رخيص، فمجموعة من الفساتين الرهيبة. طبعا في الستان، في الشيفون، وفي برضو خامات القطن، فبرضو أسعار حلوة شديد. وبرضو التو بيسز دي برضو ب250، والبناطلين الجينز برضو ما شاء الله أشكال وألوان بناطلين جينز ب200 البناطلين دي، برضو خامتهم حلوة شديدة الجينز، وأشكال وألوان صراحة من الجينز، من بناطلين لجاكيتات لسكيرتات لشورتات لفساتين جمسوتس كتير، يعني كل أشكال وألوان الجينز المختلفة بتشوفوها قدامكم. وأسعار يعني والله يا جماعة يعني سوق ما شاء الله. وكمان عايز اقول لكم انه السوق كبير شديد، يعني انا صراحة ما قدرت اغطي كل الحاجات الموجودة في السوق، لانه انا كان جاية من المدرسة ومعي ولدي، فكان نص يوم فما قدرت اغطي كل السوق. شوفوا الجاكيتات الجميلة دي والالوان المختلفة، جاكيتات دي خفيفة يعني ممكن عادي الفترة الصباحية في الفصل اللي احنا فيه ده ذاته، يعني بداية الصيف او لسه الصيف ما دخل داخل، فحلوة شديد ممكن تتلبس عادي خفيفة. وكمان البدلات السوتس الحلوة أشكال وألوان من البدل، وتاني برضو من الملابس الهندية، ودي الأكسسوار بتاع الشعر من توكات. صراحة الخامة عجبتني شديد، يعني يعني هو ما طبخ لكن يعني ماتيريال كده ما قادرة أحدده شنو، لكن رهيب شديد وعنده لمعة كده أو في حاجة كده حلوة شديد عجبتني. وبرضو لسه السوق مكمل معانا أو مكملين مع السوق الكبير، في مجموعة مختلفة برضو من الشنط أشكال وألوان، شنط مدرسية حقائب بتاعت سفر، وكمان الأبيض قمصان من اللون الأبيض مختلفة الألوان والأشكال، والفساتين الحلوة. وتاني يا جماعة الجنس ماشي معانا، شفتوا تشكيلات مختلفة من البناطلين بتاعت الجنس. وده برضو الشنط بتاعت الميك اب، وجزء من الشنط الحلوة برضو دي طالعة ترند الأيام دي، فالشنط دي كلها يعني بمية وخمسين، وفي المطابق الصغيرة زي دي بمية، ودي ب150 الشنطة شايفينها قدامكم دي، يعني برضو شكلها رهيب والملمس حلو شديد. فشنط صراحة مختلفة وخيارات كثيرة، خيارات كثيرة شديد، يعني مستحيل تدخل السوق هنا وما في شيء يعجبك حقيقة. نشوف الماركات ام كي وجوتشي وكل الحاجات دي، كل البراندات دي، فسعرها يعني حلو حلو شديد، وفي متناول اليد ممكن تشتروه. وزي ما انتم شايفين يعني اليوم ده كان يوم بتاع يوم يعني ناس شغالين كان، فبرضه في زحمة، فسوق مزدحم جدا وكثير من الهنود بيجيه. وده جانب من الساعات برضه حلوة شديد، ساعات بتاعت أطفال، ساعات بتاعت بنات حلوة شديد، وبرضه ساعات رجالية. وده الصن جلاسز
برضو مختلفة، الأشكال مختلفة، وطبعا الأحذية أحذية كتيرة، وشوفوا الأسبورتات الرهيبة دي وأسعار حلوة شديد، يعني شباشب بتاعت بيت، شباشب بتاعت حمام، وشوفوا السوت الكامل ده برضو رهيب شديد، ده تقريبا 1000 وحاجة، والأورنج ده برضو 1000 شوية، ده ب600 الملون ده، وشوفوا الجزم الهندية دي برضه ب250، حق ده فيكس برايس يعني 250 كل، حتى الشباشب بتاعت البيت، الشباشب بتاعت الحمام، الاسبورتات الرهيبة ده تقريبا 1400، تقريبا 1400 في الحدود دي، بتختلف الجانب اللي احنا قدامنا ده يعني 1000 وشوية، من 1600 لتحت. أشوف البنفسجي ده حلو كيف، فصراحة يعني قلبي يعني ما قدر يتحمل فشلت منه حاجة، وده ب350 يعني، برضو الأسود ده رهيب ب350، ده ب1000 وشوية، 1400 تقريبا، وبرضو يعني حلو شديد، اللون رهيب والديزاين، وده برضو الأسود ده رهيب رهيب، يعني صراحة يا جماعة كل شيء قدامي هنا من الشوزات دي قاعدة أحبه شديد، سنيكرز رهيبة شديد حلوة، ف قلبي لا يحتوي إلا أنا بحب الاسبورتات جدا. فشوفوا الملابس، الطوبات، الفساتين، القمصان، كل حاجة يعني من الحاجات اللي بتحبوا قلبكم يعني. وشوفوا البنطلون ده برضو رهيب شديد، عجبني برضو طالع ترند. فيا جماعة ما قادرة أقول لكم الحاجات دي أنا عجباني قدر شنو، والسوق يعني صراحة كنت مبسوطة. شوفوا المكات دي برضو حلوة شديد، ألوان وأشكال، يعني السوق ده صراحة فيه أي شيء، يعني فيه أحذية، فيه ملابس، فيه ميك اب، فيه كل شيء، وفيه عفش. ده فيكس برايس برضو طالع سيل، ب30 روبية و50 روبية، يعني أسعار رخيصة. وشوفوا الجمال يا جماعة، وشوفوا الألوان، وشوفوا الديزاين، يعني الناس اللي بيحبوا الأكسسوار الهندي فبيعجبهم الحاجات دي، هتعجبكم شديد. ودي البجامات برضو ب250، برضو بجامات حلوة صيفية، قطنية رهيبة ناعمة شديد، فبرضو حلوة شديد. طبعا ألوان مختلفة، وده برضو هذا الشندي، وكمان في زي نقدر نقول ستوريج كده تخطو فيه الحلقان، ده خاتم كبير شفته، ده ستوريج بتاع حلقان أو هاتش يعني صغيرة صغيرة. في برضو ملابس أطفالية زي ما انتوا شايفين قدامكم، وبرضو يعني أسعار في متناول يدكم. فصراحة أنا بنصح كل الناس تجي السوق وتشوف السوق، وحتى لو انت كنت بعيدين عادي رسلوا لي في الدي ام في الانستغرام او في الفيسبوك، حقت لكم في الديسكريبشن بوكس، فرسلوا لي قولوا لي عايزين شنو، انا ان شاء الله حامشي السوق واشتريه لكم، وكمان ارسلوا لكم من اي مكان في العالم لو عايزين الحاجة، لو عايزين اي شيء اكتبوا لي، رسلوا لي في الدي ام، وان شاء الله انا حرد عليكم وحرسل لكم حاجاتكم باذن الله تعالى. فصراحة يعني السوق أنا انبسطت، وطبعا أكيد يعني حاجي على طول، ده كان أول مرة صراحة أنا أجي أشوف السوق. في أمي في ملايات كمان، وفي ستاير، وفي حاجة زي ما قلت لكم حلوة شديد، والسوق كبير ما قدرت أغطي لأنه أنا في جيت نص يوم، حتى لو من يوم كامل برضو يعني السوق لأنه كبير شديد فهيكون صعب، فهذا اللي قدرت أصوره. الأحزمة دي برضو رهيبة شديد، بتتفاوت من 100 لحد 250، الكبيرة دي ب250 ودي ب100، ف150 يعني ممكن الحتة دي ممكن تفاضل فوق. فده كان الفيديو حق الليلة يا جماعة، أتمنى إنه يعني تكونوا انبسطتوا معاي واتنورتوا بالحاجات الهندي، وكمان عرفتوا السوق لو حصل جيتوا الهند أو عندكم ناس هنا في الهند كلموهم يمشوا السوق ويختاروا لكم حاجاتكم الحلوة اللي بتحبوها. فصراحة شكرا لكم إنكم توصلتوا لحد الفيديو هنا، لحد ما ألاقيكم إن شاء الله في فيديو جاي. باي باي.